اسمي عمرو كوليني، مدير عام موفينبيك كازابلانكا والمسؤول عن موفينبيك في المغرب. شركة موفينبيك اولا شركة سويسرية، والهدف ان احنا نعمل تواصل بين المغرب وبين سويسرا. النهارده احنا جايبين شيفات من موفينبيك زيوريك عشان يقدموا لنا الطهي السويسري المعروف اللي هو الفورماج راكليت والفوندو واكثر بكتير. وفي نفس الوقت شركات سويسرية جاية تعرض المنتجات بتاعتها في كازابلانكا عشان توري البرودوي سويس. النهارده سويسرا خامس مستثمر في المغرب، واحنا بنشجع جدا الاستثمار الاوروبي في المغرب وبنحاول نتعاون. المجتمع المغربي يعشق سويسرا. سويسرا بلد نيوترال، فيها اجمل مناظر وفيها سياحه خياليه، وفي نفس الوقت بتشتغل بهدوء، يعني من غير اي تواصل معها سهل. الشعب السويسري بسيط جدا في التعامل معاه وقريب جدا من الشعب المغربي. عدد السويسريين اللي عايشين في المغرب لا بأس به، في عدد المغاربة اللي موجودين في سويسرا برضو كويس، وفي حركة تنقل ممتازة سياحية بين البلدين.